شكرا جزيلا كابتن عادل. اشكرك كابتن. شكرا جزيلا. اذا مع الحالات التحكيميه، ولكن نذهب اولا الى لقاءات مباراه الحرس وطلائع الجيش. شكرا لك كابتن مدحت، شكرا لضيوفك الكرام كابتن طه اسماعيل وكابتن مجدي عبد الغني من استاد الماكس. كابتن طارق يحيى مبروك الفوز، اعتقد ستيب باي ستيب كابتن طارق يحيى بيبص على جدول الدوري بيبدا يطلع طلعات ترضيه. 12 نقطه النهارده بيتساوى في النقاط مع النادي الاهلي قبل مباراه دجله. والله بقول الحمد لله والشكر لله. يعني انا كنت قلقان جدا ماتش النهارده، بس اقول على كابتن مدحت شلبي ودي كابتن طه اسماعيل. فاروق جعفر انا اسف حبيبي رؤى، كابتن فاروق جعفر الحمد لله على السلامه. كابتن فاروق وكابتن طه اسماعيل طبعا ومجدي عبد الغني حبيبي مجدي. كنت قلقان والله بصراحه لحته المكسب الزمالك الماتش اللي فات، ممكن يدي نوع من الهدوء شويه للعيبه، غرور بعض الاحيان ما اعرفش يعني. لكن انا يمكن اشتغلنا على الناحيه النفسيه بشكل كبير جدا والناحيه التحفيزيه الاربع ايام او الثلاث ايام اللي سبقت المباراه وبعد مباراه الزمالك. الحمد لله يمكن الشوط الاول اديناه بشكل متوازن، ما كانش فيه يعني فرص كتيره غير فرصه او اتنين لينا بس فقط، كانش فيه فرص لحرس الحدود خالص. الشوط الثاني يمكن اديناه بشكل افضل لما تحررنا من الناحيه الدفاعيه شويه، يمكن كان في برضو بعض المشاكل اللي هي بتشتغل ناحيه الشمال عندنا، يمكن لما لعبت رزق ناحيه الشمال رزق بالغ شويه في ناحيه دفاعيه الشوط الاول، لكن لما اشتغل وتحرر واشتغل وراح ناحيه ال 18 فريق الحرس الحدود بقالنا شكل مع عيد مع اسلام مع اوسو قبل ما يخرج وثم زغلول. فالحمد لله يمكن احنا كنا افضل الشوط الثاني ونستحق الثلاثه بونت. بشكر لعيبتي على ادائها النهارده الشوط الثاني وعلى اصرارهم على المكسب، واحنا الحمد لله يمكن كنا جايين على ثلاثة بونت والحمد لله تحقق لنا ما أردنا. ثلاثة بونت يدونا دفع معنوي كبير اعتقد في الجدول، برضو يدونا افضليه شويه. كابتن عينيك على جدول الدوري؟ طبعا. بتقرا جدول الدوري؟ طبعا. حاسبها ازاي؟ انا حزين جدا. حاسبها ازاي؟ بص اقول لك الحاجه بمنتهى الامانه، فريق طلع الجيش انا مش قلقان عليه الحمد لله بفضل الله، وبقول الكلام ده وانا خسران ماتشات قبل كده، لكن هو صادفنا سوء حظ شويه وسوء حتى في القرعه. استغربت انا القرعه، انا لعبت مباراة اخر ماتش كان على ارضي كان المقاولين عرب، بعديه طلعت الداخليه ثم طلعت الزمالك ثم طلعت حرس الحدود ثم هطلع المحله ورا بعض، وفي ماتش سقط مني في النص كده، هم خمس ماتشات ورا بعض بره ملعبي ما لعبتش غير انا لا يعني لما هلعب ماتش المحله اللي جاي انا لاعب حوالي 9 ماتشات مش كده ولا انا غلطان؟ تسعة اسابيع، التسعه اتنين فقط في جهاز الرياضه والسبعه بره. تأجيل ماتش الإسماعيلي اللي هو على ملعبي عمل لي مشكلة كبيرة، خدت اتنين بره ثم رحت واخد اتنين برضو، كان دجلة بره كمان، دجلة عفوا كان ماتش دجلة بره، فخدت شوية ماتشات والأهلي كان بره في بيترسبورغ. فالحمد لله، لكن جدول الدوري طبعا يعني أنا متضايق وزعلان من الترتيب طلائع الجيش، لكن يمكن البداية ما كانتش كويسة، بدايتنا في الدوري كانت قوية مع الأهلي ثم دجلة فرقتين كبار، وإحنا برضو فرق كبير، لكن أنت يعني دجله مستقر شويه فنيا ومستقر ايضا لعيبه الاداريه، والنادي الاهلي نفس الكلام نفس اللعيبه هي اثنين او حاجه اللي انضاف، لكن انت جايب 13 لعيب فمحتاجين وقت شويه. الحمد لله يمكن الوقت كان في صالحنا وقدرنا نحقق نتائج طيبه في الاخر. بشكر لعيبتي على ادائها واتمنى ان احنا نبقى في الدوري الممتاز بشكل محترم، وده الهدف من طلائع الجيش السنه دي ان احنا نبقى، وده الاتفاق مع اداره الجيش ان احنا نحاول ان احنا نحط الفريق طلع الجيش في مكانه محترمه غير السنتين اللي فاتوا، السنتين اللي فاتوا كانوا يعني صعبين شويه عليهم، فده الكلام اللي كان بيتقال. فاتمنى ان احنا نحقق هذا هذه الامنيه لمجلس الاداره والامنيه لينا احنا شخصيا. طموحنا بقى ان احنا نحقق مركز احسن وافضل من اللي احنا وعدنا بيه مجلس الاداره، هو ده طموحنا وهدفنا ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان احنا نحققه باذن الله.